بغينا الحق ديالنا، بغينا صوتنا يوصل، بغينا الحق ديالنا، بغينا صوتنا يوصل للمسؤولين. راه ضايعين لا ما لا واد الحار ومخلصين القوانين ديالنا. البلاد كلشي مخلص، عندنا الرخصه ديالنا، عندنا كلشي ديالنا. ها انت سيدي شوف، ها الحفره ديال الواد الحار، ها شوف سيدي الله يرحم الوالدين، ها انتوما شوف شوف هادي راه 8 سنين وحنا في هذه الحاله هادي هكا. شوف شوف كي دايره، ها انت شوف، ها انت شوف على عيشه واش حنا عايشين. شوف ها الضو ما كاينش، كلشي حنا راه بالبلانات ديالنا بكلشي ديالنا، حتى حاجه ما عندنا خارق القانون، ما عندنا لا دوله ما لا حتى شي حاجه. وكنا في هذه الحاله هادي شي شحال كنمشيو للجامعه كيجليونا كيسبقوا علينا ما كيخليوناش. الرئيس براسو سبق عليا من الجامعه، مشيت لعندو قال لي سير دعيني، حنا اللي صوبنا هاد الشيء هذا. شوف بعدا كي داير، ها انت شوف على حاله، شوف ها المكانه خاويه، ها هي ما فيهاش، ها المكانه، ها الخيط ديال الضو، ها الركيزه عندي مور الدار، ها كلشي كاين وحنا ما عندنا حتى حال. يومين وانا كنبكي، يومين ها انت اللوكار، ها انت ها يومين وانا كنعمر بالسطوله وكندير الخلع، حاشاكم وحاشا وجهكم وحاشا اللحيه ديالكم. ها انت ها ها انت ها 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 هو حفير، ها انت تشوف حفير، الراجل كيحفر لسات والواد خارج اللي تحضر وانا كنبكي. فين غنمشي؟ فين غنمشي بالبلان ديالنا بكلشي ديالنا، بالبلان ديال الضو كلشي عطاوه لنا الرخص، ما بغاو يعطيونا لا ماء لا ضو لا واد الحار. الجماعه ما مسوقاش، كتمشي تديك لهري باش دير الماء والضو ديالك. حنا دابا حنا ما كاناش شاعلين بخمسه بينا، ما كانا وحده شاعلين فيها بخمسه بينا، ما كيعطيولناش كيقول لك اللي لاباس عليه هو اللي كيجيب بوطو ديال الضو. مشينا للجامعه تيقول لك تيجي المهندس، دابا قول لي اش من مهندس دابا اللي صاوب هاد الشهاد البلانات هادون، يلا اش من مهندس؟ حنا بغينا نطالبوا هاد البوطوات وهاد الشي هادون يتحيدوا، وهاد التهميش وهاد واد الحار يدخل لنا واد الحار، ويدخل لنا الماء والضو، ويدخل لنا الشانطي. حنا كنعيشوا في القرن 21 وباقيين كنعيشوا هاد الحالات هادو، انت كتشوف انا حافرين غير البقع باش نخرجوا لهم الماء ديال الكوزين او والماء ديال الواد الحار، وما انت كتشوف ما عندنا لا ضو لا هادي لا ضو لا والو. هاد المعيشه راه بزاف على الدراري الصغار، ما كاينش اللي يتحمل، ما كاينش لا راح كنعانيو بهاد الحساسيه، ها امراض السل، ها الروينه الكحله، راح كنعيشوا واحد المعيشه اللي ما هي اللي ماشي هي في صالح ديال المواطن. احنا كنطلبوا الحقوق ديالنا، كنطلبوا الواد الحر، كنطلبوا الضو، والا كانت والا كانت وفي ديك الساعه فاش يطبقوا علينا هاد الواد الحر ويعطيونا الضو، الا احنا بحال المواطنين نخلصوا الضرائب، نخلصوا داك الشيء اللي كاين. كنطلبوا حقنا، ما كنطلبوا حتى شي حاجه قبيحه، كنطلبوا حقنا، كنطلبوا حقنا. كنشكركم مشاهدينا، حنا مزوقين في الله تعالى وتبارك، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا.